شكرا للزميل محمد عبيد على هذه التغطية. إذن كلنا يجب أن يكون صائبا في اختياراته وقراراته، وكلنا يملك طموحات يتمنى تحقيقها دون أن يصل إلى مبتغاه، وأن تحققت ذلك الأمنيات أو المساعي يكتشف أنها غير صائبة كاختيار زوج غير مناسب مثلا، أو الوصول إلى منصب كان يراه مهما وتبين بعد ذلك العكس. هذه النتائج اللي إلى ماذا ترجع؟ إلى قرارات صائبة أم أن لا نؤمن بالقدر الكافي ما نطمح إليه؟ بنعرف هذا الموضوع مع ضيفتنا اللي بتكون موجودة معانا في الاستوديو، رياحين الشيخ عيسى، مختصة في تطوير الذات. ركزوا 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 في هذه الفقرة. صباح الوالد. صباح الخير، شو أخبارك؟ هلا حبيبتي. هاي الفقرة فقرة جميلة، الواحد يعني لو ودي ساعة كاملة يتكلم عن الموضوع، لأن تطوير الذات كل شخص محتاج لنا، كل موظف محتاج لنا، الشخص العادي والموظف ومنو الكبير والصغير، يعني كل حد محتاج هذا الشيء، من الشخص البسيط إلى أكبر فعلاً شخص. فعلا نعم نعم. فكلنا محتاجين لتطوير ذاتنا. نعم نعم. فخبرينا أكثر عن تطوير الذات والعلاقات. نعم، أهلا وسهلا بيك. في البدء نقطة أساسية، أنا المتحكم الأساسي بحياتي، لكن مع الأسف إحنا ما نستغل قوانا الخفية. قوانا الخفية عقلنا الباطن. الإنسان عنده عقلين، عقل الواعي اللي هذا اللي نفكر به ونعيش به ونتكلم به، والعقل الباطن المتحكم بحوالي من 80 إلى 90% بحياتنا. فتخيلي اللي متحكم بحياتك 80 إلى 90% هو مخفي عنك، وإنتي مدى تستغليه صح. طيب أنا أقدر من خلال برمجات بسيطة وأشياء بسيطة أنه أسخر عقلي إلي، أخليه يحقق لي أهدافي. مجرد أنه أني فقط أشتغل صح، أركز صح، أشتغل ويا عقلي، أحاول أنه أخليه هذا العقل أداة بإيدي، وأقدر كي. نعم أقدر. أقدر أولا من خلال أول شيء نحكي إذا عندنا مثلا هدف معين في أي مجال أنت تحبي، فلنأخذ مثال حقيقي. مثلا أنا عندي هدف في مجال العمل، مجال العلاقات، كيف أنا ممكن أن أجعل هذا الهدف والحلم حقيقة؟ هل من الممكن؟ نعم من الممكن وبمنتهى السهولة. ليش؟ لأن الله سخر لنا كل شيء في الكون، ومن ضمنها عقلنا الباطن. لكن إحنا موروثات أو مثلا نقطة مداخلي لها أو علم خفي مثلا كان، لكن الآن اتطور كل شيء. أول شيء نحدد هدفنا، جيب الهدف اللي تريدي، خد يكون هدفي أن أحصل عمل ما، أو هدفي علاقة ما، أو الزواج، أو أيا كان هذا الهدف، أركز عليه. أول شيء أحدده، أحدد هدفي، أحدده بحقيقة، أقعد ويا نفسي أحدد هدفي وأطلق لنية. لازم يكون هدفي واضح، لأن يعني لما يكون عندك عدم وضوح بالهدف تصير ذبذباتك اللي تطلع من عندك خاطئة، ما تكون إلى الهدف، تكون عكس الهدف. لكن أنت لما تحددين هدفك، وأفضل أنه لما تحددين هدفك أن تكتبيه. الكتابة لها مفعول قوي جدا 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 في تحديد أهدافك والرؤية وتحقيقها. بعد ما تحددين الهدف أيا كان، أنت الآن تريدين تطورين عملك في مجال عمل آخر، تعرفين أولا 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 قبل أن نبدأ أي شيء يقين، أنا ما دام عندي هذا الهدف وصار بدماغي إذن أنا أستحقه، إذن لما جاب حياتي مو صدفة، لما أنا فكرت به مو صدفة، إذن هو رسالة من الله سبحانه وتعالى. لكن هل أنا قادرة أن أجيب هاي الرسالة، أن أجعلها حقيقة ثابتة، أم مجرد تبقى حلم؟ يمكن بحياتنا آلاف الأهداف والأفكار، كم واحد قدرت تحققي؟ اللي ما ركزتي عليه واللي ما اشتغلتي عليه ما تحقق. حتى يتحقق أول شيء تركزين عليه. التركيز شو يسوي؟ التركيز لما أركز على موضوع، إحنا عادة شو نسوي؟ نركز على ما لا نريد. أني أريد الزواج الناجح، شنو تركيزي؟ خوفي من الفشل في الزواج الأغلب، أو خوفي من أنه أجذب علاقة خاطئة. أنا أريد منصب عالي، خوفي أنه لا ما أوصل له، إلى ما أقدر أوصل لهذا المنصب، كل تركيزي على الأنذر سايد يعني السلبي. طيب تعال ركزي، أنا أريد أعلى بالمنصب، أريد زواج ناجح، أريد علاقة مميزة، خل أشتغل على الطريقة الثانية. أركز، التركيز هو أخلق طاقة كثافة قوية من نفسي تطلع لهذا الهدف، تساعده على التجلي بحياتي. والتكرار، أكرر هدفي في عقلي، أكتبه
أكتبه أكتبه 21 مرة، أكرر أكرر. وأنا حاطن أكتب حتى في ورقة؟ أكتبه بورقة. نعم نعم، لأنه الكتابة لها مفعول أقوى من مجرد الكلام. لكن مع الكتابة أكو نقطة ثانية أحب أوضحها. أنت تكتبين باستشعار، بشعور عالي، بشعور اليقين. شايفة أنت من تدعين عندك اليقين أنه دعاك متحقق؟ مو يتحقق؟ من تجيك هاي لحظة اليقين يتحقق؟ الكتابة نفس الشيء، ربطيها باليقين، هدفي متحقق، أنا رح أعلى بهذا المنصب، أنا رح أحقق الهدف الفلاني، أنا حشتري البيت الفلاني، وأني حرتبط بالشخص الفلاني، هدفي متحقق، مسألة أيام وقت. لا تبحثين عن الأسباب، أطلقي أطلقي نية، قرري هدفك، ولا تبحثين هذا السؤال شلون أنا شلون منو، تركي الأمر لله. في ناس عندهم صعوبة أنهم مثلا يقولون، الحين الدكتورة تقول مثلا هذا الشيء، تقولي مثلا أنه لازم أنا أفكر، لازم أنا ما أدري شو، بس يقولون الصعوبة أنهم يستخدمون عقلهم الباطن. بالتدريب بالتدريب أول يوم يركز على عمل بسيط بالتدريب. أحكي للشغلة، الطفل لما يبدي يمشي مو صعوبة يتعلم المشي؟ طبعا. لما تتعلمين لغة جديدة سهولة؟ لا طبعا. لكن إذا دربتي كم يوم شنو راح يصير؟ هو أكو عمل تقومين به بالبداية سهل، إذا ما تعرفين مو لازم تواجهين صعوبة. شنو اللي وصلش؟ شنو وصلش المرحلة المميزة أنه كنت مضيعة مميزة؟ مو التدريب والاستمرارية. صح. نفس الشيء عقلك الباطن، دربي شوية شوية، تعبي عليه شوية، 21 يوم يصبح أداة بإيدك، تصبحين انت المتحكمه بحياتك. طريقه التدريب انت قلتي دائما تحاولين ان نكتب اي شيء هدف، نركز على الهدف، ما نشتت اعمارنا باكثر من هدف. شوفي انا ممكن ان اشتغل على اكثر من هدف، يعني انا مثلا عندي هدف في الجانب المالي، وعندي هدف في جانب العلاقات، لكن انا افضل في التدريب والاستشارات وفي الدورات انه اقول لهم ركزوا على هدف يتحقق، ركزوا على الهدف الثاني يتحقق. يعني انا احب التدريج، انا احب سياسه التدريج، ما احب انه اجمع كل اهدافي في سله واحده وراسا اريدها تتحقق، ممكن لكن افضل التدريج، يعني التدريج اسهل وهدف بعد بعد الاخر. نعم. في ناس يقولون ليش نحن نركز، نعرف انه مالي حظ في الدنيا او انه ما بيضبط معايا، لا فانا ما بتعب نفسي. انت تحت سماء الله القادر، هذا الكلام انا مالي حظ وانا حظي سيء، هاي موروثات او معتقدات قديمه مع الاسف. انت كل شيء بهذا الكون اللي جزء من عنده، هذا هو يعني كلام رباني، لا مني ولا من أي مدرب في الحياة. مجرد أنه ترفعين استحقاقك وتوقنين أنا محظوظة، أنا ذو، شوفي أنا من أشتغل أكمل شغل شكتب، أنا ذو حظ عظيم، اللهم اجعلني مباركة أينما حلت. دائما تفائل، دائما تفائل. إيه فيقولوا لي أنت ما تخافين كتب؟ لا أقول لهم أنا ذو ذات حظ عظيم، الله سبحانه وتعالى أنا ذات، حتى لو مثلا ما صايرة الأمور لكن حسن الظن بالله، مثل الدوم تقول أنا حلوة أنا حلوة أنا جميلة وتشوفيها جميلة، سبحان الله. صح. وتشوفيها يعني حتى أنت تبدين تقتنعين بجمالها، تقول أنا عارف عمري حلوة، أنا عارف عمري جميلة. زين شو تشوفين؟ لكن دائما بتقول أنا لا أنا مت، أنا مثلا متنت، أنا مش حلوة، أنا ما أدري شو تشوف. دائما تشوفين نفسك في المنظرة أن أنت مش حلوة. الكلام النطق، أي شيء تنطقي فلازم احنا نكون كلش حذرين بنطقنا للكلام، يعني تنطقين انا راح اعيش حياه، انا حتزوج، بعض البنات في مقتبل العمر يعني انا ما تزوجت للحين، انا ما راح اتزوج مثلا، انا نصيبي صعب او اي شيء، انا صعب هاي الوظيفه، سبحان الله تابعي حياتها ما تصير. صح. ليش؟ لان ركزت على هذا الموضوع وكررته وارسلت له طاقه وخلت جل تركيزها بهذا الموضوع، كانت تجذب هاي الطاقه لنفسها، جذبت الحدث الى ان انا من أجذب الحدث الإيجابي. الحدث موجود لكن أنا من أجذب السلبي أو الإيجابي إلى نفسي، أنا المتحكم حتى في مجال علاقاتي. تأتيني وحدة تقول لي أنا طيبة لكني ارتبطت بشخص مثلا غير طيب أو بخيل أو كذاب، شنو السبب؟ طبعا هذا أسبابه هواية، من أسبابه انعكاس لمقاومتنا للموضوع، أنت بداخلك رافضة صفة معينة بشكل كبير عند الصفة في شخص، يعني في شخص معين أو في الجنس الآخر أو في مجال العمل أو مثلا حتى في مجال العمل. أنت أنا أريد أشتغل مثلا، تقولين أنا ما أريد أشتغل ويا مدير عصبي، أنت شم ركزة ما أريد مدير عصبي، وسبحان الله تروحين تشتغلين ويا مدير عصبي. صح. زين أنت تدري إيش سويتي؟ أنت ليش ما ركزتي أنا أريد أن أعمل مع مدير هادئ؟
نفس الموضوع لكن بالاتجاه الايجابي. كان جذبتي المدير الهادئ هالطريقه انت تشغلين عقلك الباطن. نعم وتجذبين زين انت او تقولين مثلا اني اريد صديقه اني ما اريد صديقات ياذوني. طيب شو يصير؟ حتجذبين صديقات واصدقاء صايره بحياتك سلبيين او اريد زوج ما اريد زوج بخيل شنو يصير؟ وتابعي هي طبعا في العلاقات الاجتماعيه والشخصيه وايد تصير هالاشياء. نعم ليش خلينا نتكلم اكثر ركز على العلاقات الشخصيه والاجتماعيه. نعم خص في موضوع الزواج. نعم مثلا وحده اذا تبغى تتزوج هل دائما تقول مثلا انا مالي نصيب او لا تزوجت ما ضبط معايا؟ نعم لان مثل ما قلت انت بدايه الحلقه ان تركز ان بتفشل في الزواج. نعم نعم هي داخله للموضوع وخايفه ترددات الخوف. احنا عندنا ترددات وعندنا مقياس اي داخله للموضوع هي خايفه سامعه قصه جيرانها اللي انفصلت سامعه شايفه مسلسل بالتلفزيون وركز سامعه عمتها خالتها داخله وهي بحاله خوف مركزه ويصير وتقول بعدين تجي تقولي انا مو قلت لكم راح افشل يا حبيبتي مو انت جذبتي الفشل اليك انت الصفه اللي تريديها ركزي عليها تريدين شخص طيب لا تركزين ما اريد شخص خائن او غير طيب ركزي اريد طيب وركزي على الطيبه راح تجذبيها تريدين كريم ركزي على الكرم ركزي على صفة انا في علاقه رائعه مع شخص كريم انا في محيط كريم وراح تجيك هاي العلاقه وراح تكونين بها ليش اذا كانت ذبذباتك عاليه وطاقتك عاليه وقدرتي تشغلين عقلك الباطن صح بالتقنيات الحقيقيه لان احنا هسه بمجال سريع ما نقدر نحكي كل التقنيات اللي لتهيئه عقلنا الباطن اذا قدرتي تركزين على هذا الشيء انت في جنه الدنيا الدنيا تستمتعين بها لأقصى درجات الاستمتاع الممكنة تخيلي لكن إحنا مع الأسف اللي نسوي هاي الأشياء بروحنا بدون وعي من عندنا إحنا ياسين نجذب الطاقة السلبية لنفسنا إحنا ياسين نضايق عما حتى موضوع أنا مضايقة اليوم أنا مزعوجة اليوم أنا حتى هالشيء بعد أنت تجذبين الطاقة السلبية حق نفسك في كل شيء نعم أنت وخصوصا الشكوى لما تجلسين مع أشخاص كثيرين الشكوى حاولي أن دائما يعني ما تجلسين معهم لأنه لو تتابعين نفسك تظلين يوميا أنت حالتك النفسية هابطه حتى تقعدين منهم تقولين ما ادري قعدت انا شبيه اليوم صايره معك صح لان انت البارحه ماخذه طاقه من احد من طيب شكوى 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 الى حد ما سدت عندك الطاقه اصبحت يعني اصبحتي انت نيجاتيف ما تقدرين اي فلا لا بعد ما ترجعين من عند الشخص حيقولين صدق والله الدنيا ما فيها خير صح كلامها وصح كلامها وتخافين اضافه الى انه انت حتصيرين هي طبعا اثر الشكوى سيء عليك وعليها هي راح قضيتها تسوء حتى تقول اشو انا يوم عن يوم السوء قضيتي وانت حتكتسبين طاقه سلبيه واضافه للطاقه السلبيه راح تجذبين احداث مشابهه صحيح فانا افضل انه الناس في حاله الشكوى تلجا للمختصين يعني خلينا ليش تلجئين لصديقتك تطيها هاي النيجاتيف عيشوا حياه حلوه البوزيتيف حلو الايجابيه السعاده الحب الجميل ايش تذبوا صح انت عندك طاقه الله سبحانه وتعالى وهبك هذا الشيء انه تجذبين ما تريدين طبعا هو في الاساس هذا الموضوع كله اساسه اسلامي يعني في ديننا لكن احنا شلون كان مخفي احنا لازم نشتغل عليه انا عند ظن عبدي انت شو تظنين بالله تظنين بي خير حيطيك الخير تظنين بي شر انت ظنيتي خلاص انت اختاريتي صح انت مخيره صح في اختياراتك اذا مشاهدين مثل ما قالت ان انتم تحددون كل شيء في العلاقات سواء نعم. ايجابي ولا سلبي نعم. كل شيء يعتمد على الشخص نفسه دائما حاولوا تكونوا ايجابيين وتجذبون الطاقات الايجابيه لكم الاستاذه رياحين الشيخ عيسى مختصه في تطوير الذات شكرا على وجودك معنا فعلا استفدنا بوجودك شكرا جزيلا شكرا انا الممتنه ونتمنى ان شاء الله تتواجدين معنا في حلقات ثانيه ان شاء الله لان فعلا انت مكسب لهذا البرنامج حبيبتي شكرا ممتنه لك جدا كل الموجودين شكرا جزيلا شكرا